أمريكا تنقلب على السعودية، وبايدن يمنح الملك سلمان مهلة 5 أيام للتراجع عن قراره. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف موقع إكسكيوز الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للتصعيد ضد السعودية عقب قرار أوبيك بلس بتخفيض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون من برميل النفط يوميا، الأمر الذي يسبب أزمة لبايدن مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال الموقع إن بايدن حاول إقناع السعوديين خلال الفترة الأخيرة بضخ المزيد من النفط، إلا أن حلمه تحول من العسل إلى الخل على حد وصف الموقع. وكشف الموقع الأمريكي بأن البيت الأبيض حذر من أنه سيدعم تشريعاً يستهدف أوبيك بلس في الكونغرس، موضحاً أن بايدن تجاوز العتبة الرمزية، وأشار إشارة واضحة للسعوديين بأنه مستعد للتصعيد. وقال الموقع الأمريكي إلى أن هذا الجهد فشل، وأعلنت أوبيك بلس يوم الأربعاء خفضها بمقدار 2 مليون يومياً بدءا من الشهر المقبل. ورد البيت الأبيض بإطلاق رصاصة مزدوجة من جيك سوليفان مستشار الأمن القومي وبرياندسي مدير المجلس الاقتصادي الوطني. وأشار الموقع إلى دور ما خلف الكواليس الآن، موضحا أنه بينما يشك بعض الديمقراطيين سرًا في أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط لعملية الخفض لإيذاء حزبهم في تشرين 2 نوفمبر، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لا يذهبون إلى هذا الحد.